تقارير إعلامية تكشف عن توقيف 3 أمراء من العائلة المالكة في السعودية لاتهامهم بالخيانة. ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، إسرائيل تعزل أكثر من 1000 جندي، والحكومة الفلسطينية تعطل المؤسسات الرسمية في بيت لحم. وتركيا تنفي وقوع انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار في إدلب السورية، والحكومة السورية تقول إن الاتفاق الروسي التركي هو مؤقت. موجز إخباري، أهلا بكم. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن السلطات السعودية احتجزت 3 من كبار الأمراء في العائلة المالكة، أحدهم شقيق ملك السعودية، وذلك لاتهامهم بالخيانة. وأشارت إلى أن 2 من المحتجزين كانا من أكبر رجال الدولة نفوذا في المملكة. وربطت التقارير بين هذه الاعتقالات وولي العهد محمد بن سلمان. وينظر إلى بن سلمان على أنه الحاكم الحقيقي للمملكة منذ مبايعته بولاية العهد في عام 2016. في إسرائيل، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن خصومه السياسيين يحاولون تشويه إرادة الناخبين، وذلك بعدما أعلنوا نيتهم سن قانون يمنع الأخير من تشكيل حكومة. وشدد على أنه باق في صدارة المشهد السياسي الذي يشهد أزمة حالية. فيما قال رئيس تحالف كحول لافان بيني غانتس إن معظم الإسرائيليين لا يريدون نتنياهو على رأس السلطة، وأضاف أنه سيقوم بتشكيل حكومة مستقرة، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك انتخابات أخرى في إسرائيل. وضعت وزارة الأمن الإسرائيلية أكثر من 1200 جندي في العزل الصحي للاشتباه في إصابتهم بالفيروس كورونا. وقالت تقارير إسرائيلية إن أغلب هؤلاء الجنود عائدين من إجازات في الخارج. وأضافت أن البعض الآخر اتصل بأناس تأكدت إصابتهم بالفيروس. وقد ثبت حتى الآن إصابة جندي واحد في إسرائيل بالفيروس، وهو من بين 22 شخصا تأكد إصابتهم بكورونا في إسرائيل. أما في الضفة الغربية، فقد أعلنت الحكومة الفلسطينية تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الرسمية في مدينة بيت لحم حتى مساء الاثنين المقبل باستثناء القطاع الصحي، وذلك بسبب الفيروس. فيما أعلنت الحكومة أنه تم وضع 15 سائحا أمريكيا في الحجر الصحي بفندق في المدينة. هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 19 حالة. بعد غرفة الطوارئ التي عقدت في بلدية رام الله، قررنا أن نجعل إجراءاتنا عملية، وبدأنا الآن في تنظيف المساجد والكنائس في رام الله، وبعد ذلك سنواصل تنظيف أماكن أخرى، ولكن هذا مجرد إجراء، ونريد أن نطلب من الناس متابعة تعليمات رئيس الوزراء وأن يكونوا آمنين في منازلهم. قالت وكالة أنباء إيرانية إن فاطمة رهبر نائبة بالبرلمان توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا، في مؤشر آخر على أن المرض ينتشر داخل مؤسسات الدولة. يشار إلى أن إيران أحد أكثر البلدان تضررا من الفيروس خارج الصين، وسجلت 145 حالة وفاة. أعلنت البحرين ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 62 حالة بعد الكشف عن 6 حالات جديدة، فيما أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 حالات. فيما أعادت الرياض فتح صحن الكعبة اليوم، لكن لا يزال قرار تعليق العمرة غير المسبوق قائماً. انهار أحد الفنادق الصينية المستخدم للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا، ما أدى إلى محاصرة العشرات من المصابين تحت أنقاضه. وأفادت وسائل إعلام محلية في الصين بأن المبنى المنهار يقع في مقاطعة جنوب شرق البلاد، ويستخدم كموقع لعزل المصابين بالفيروس. وأظهر الفيديو تحول الفندق إلى كومة أنقاض تحاصر أكثر من 70 شخصا. هذا وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم 100,000 شخص، وتم تسجيل أكثر من 3,400 حالة وفاة في 92 دولة ومنطقة. كما وتكبدت الأسواق العالمية في نيويورك وفرانكفورت وباريس ومدريد وميلانو ولندن، تكبدت خسائر كبيرة، ما يؤكد الخشية من عواقب اقتصادية على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم.
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في إطار اتفاق مع روسيا في إدلب لم يشهد أي انتهاكات. وأكد الوزير التركي أن بلاده ستظل قوة ردع لمنع وقوع خراقات للاتفاق، كما وأضاف أن أنقرة ستستخدم حق الدفاع عن النفس في حال استهدفت قواتها أو قواعدها في تلك المنطقة. في السياق السوري أيضا، قالت المستشارة السياسية في الرئاسة بثينة شعبان إن الاتفاق التركي الروسي بشأن إدلب مؤقت ولمنطقة معينة. ولفتت شعبان إلى أن هذا الاتفاق ما هو إلا جزء من مسارات سياسية وعسكرية ودبلوماسية عدة، مشيرة إلى أن تضحيات الجيش السوري فرضت الاتفاق الذي بموجبه يتم فتح طريقي M4 و M5 مع التأكيد على استمرار مكافحة التنظيمات المسلحة. أطلق غاز المسيل للدموع وقنابل دخان عبر الحدود التركية مع اليونان في تصعيد جديد للتوتر إزاء المهاجرين الراغبين في دخول أراضي الاتحاد الأوروبي. وقالت تقارير إن المخذوفات تأتي من الأراضي التركية وتلقى باتجاه الشرطة اليونانية عبر سياج حدودي مرتفع بالقرب من بعض من أحد المعابر هناك. كذلك أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خفر السواحل بمنع المهاجرين في تركيا من عبور بحر إيجا. وقال جهاز خفر السواحل إن المقاربة المتمثلة بعدم التدخل لمنع المهاجرين من مغادرة تركيا لا تزال معتمدة، باستثناء أولئك الذين يريدون المغادرة عبر البحر بسبب ما وصفها بالمخاطر. وأعلن خفر السواحل أمس الأول إنقاذ 97 مهاجرا كانوا في خطر، متهما اليونان بأنها أفرغت قواربهم الثلاثة من الهواء وتركتهم ينحرفون. قالت صحيفة إسرائيلية إن مسؤولا رفيعا شارك في قمة مجموعة وارسو لمكافحة الإرهاب والتمويل غير المشروع والتي انتهت الخميس في مراكش بالمغرب. وذكرت الصحيفة أن أسبابا أمنية تحول دون الإفصاح عن اسم المسؤول حاليا، لافتة إلى أن حضوره يعد مؤشرا آخر على دفء في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية. وركزت القمة التي عقدت يومي الأربعاء والخميس ركزت على الجهود الدولية لمحاربة ما يعرف بتنظيم القاعدة، إضافة إلى متابعة مجموعات عمل أخرى في إطار ما يسمى عملية وارسو. دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث الأطراف المتحاربة هناك، دعاها لوقف فوري للعمليات العسكرية مع تجدد أعمال العنف بين حركة الحوثيين والتحالف بقيادة السعودية، وهو ما يهدد جهود السلام. فيما تجددت المعارك العنيفة في محافظة الجوف منذ الشهر الماضي، واحتدمت باستيلاء الحوثيين على الحزم عاصمة المحافظة، بينما استأنف التحالف بقيادة السعودية استأنف الضربات الجوية على بلدات وقرى في المنطقة. في الجزائر، منعت الشرطة مسيرة حاول تنظيمها ناشطون من الحراك الشعبي ضد النظام، واستخدمت الهروات لتفريق نحو 300 متظاهر بدأوا بالتجمع ظهرا. وحاول المتظاهرون السير نحو ساحة البريد المركزي وهم يهتفون دولة مدنية وليست عسكرية، إلا أن الشرطة منعتهم من التقدم ولاحقت الهاربين إلى الشوارع المجاورة. وكان ناشطون قد دعوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الحراك لمواصلة التظاهرات والتي تشهدها البلاد منذ 55 أسبوعا من دون انقطاع. إلى أزمة سد النهضة، حيث أطلقت إثيوبيا حملة تبرعات لجمع المال اللازم لبناء سد النهضة والذي يثير توترا مع مصر. وطلبت سلطات أديس أبابا من الناس استخدام هواتفهم المحمولة من أجل تحويل المال لمشروع السد والبالغ قيمته 5 مليارات دولار، لكنها لم تكشف عن قيمة المبلغ الذي تتطلع لجمعه. وقد رفضت الحكومة الأثيوبية مؤخرا التوقيع على اتفاق مع مصر والسودان بوساطة أمريكية حول السد. يذكر أن أثيوبيا انتهت من حوالي 70% من السد وستبدأ في تخزين المياه خلال أشهر قليلة. ختام الموجز، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني وأيضا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، تويتر. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.